احنا المشكله الاساسيه انه احنا في المجتمع العراقي لدينا احساس عميق بالازمه وبالرفض وبالسخط على مجمل النظام السياسي، بحيث اصبحنا يعني قابلين ان نصدق اي اشاعه مهما كانت بعيده ومهما كانت غير واقعيه، فقط لكي نمني انفسنا بالخلاص من هذا النظام السياسي للاسف الشديد. طيب، فاصبحنا نصدق فكره انه امريكا راح تجي وتحارب مره ثانيه وتزيل النظام كما ازالت النظام السابق ب 2003، اصبحنا نصدق فكره ان امريكا تروج للانقلاب، اصبحنا نصدق فكره ان امريكا تروج لعوده البعث، هذه كلها قضيه غير واقعيه، وهذا كله تعبير عن رفضنا الداخلي للوضع الحالي، رفضنا الداخلي للنظام الحالي. بدل ما احنا نسال بس توقيته ما اجى من فراغ دكتور ناصر، توقيت هذا الحوار ما اجى من فراغ، اجى انه بعد زياره القاده الامنيين الى واشنطن وزياده العدد التواجد الامريكي في بعض القواعد. نعم، حقيقه دكتور دعني اقول لك، موضوع الحوار وتوقيته في هذا المؤمر يرجع يعني او يعود تفسيره الى اتجاهين، انا لم اكن موجودا مع القاده الامنيين حتى اعرف ماذا صح في هذه القضيه. هناك من يقول بأن التوقيت هو توقيت صدفة، أن هناك اجتماعات دورية تحصل بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي كل فترة لكي ينظروا يتباحثوا في قضايا الشأن الأمني العسكري المشترك بين الدولتين، وهناك كثير مشتركات واتفاقيات مشتركة وإلى آخره. وعلى رأي قبل فترة سمعت في أحد وسائل الإعلام لقاء مع أحد الأعضاء بهذا الوفد، قال إحنا عندنا تراكمت كثير من القضايا المشتركة بيناتنا عسكريا من أيام تحرير داعش وحتى القضاء على داعش، وحتى الآن إحنا ما تواصلنا بشكل كامل، وهذا جاء الموعد بهذا الشكل. وهناك من يقول بأن هناك حركة ما تحصل في عموم الشرق الأوسط، يعني القضية ليست متعلقة بالعراق، القضية متعلقة بعموم صح. الشرق الأوسط، هناك احتمالات واردة ولا يمكن أن تكون مؤكدة 100% كما لا يمكن أن ننفيها 100% عن احتمالات صدام وشيك في الشرق الأوسط قد ربما يطال العراق بشكل أو بآخر. فلهذا الولايات المتحدة تسعى الآن قدر الإمكان إلى تضبيط أوضاع مناطقها في داخل الشرق الأوسط، تضبيط أوضاع الأنظمة الحليفة لها في الشرق الأوسط. هناك سعي أمريكي الآن لتعزيز قواها موجود في شرق سوريا، نعم. تعزيز وتضبيط قواها مع الجانب العراقي، تعزيز وتضبيط قواها في الأردن، في دول الخليج 3000 عنصر أمريكي انتشروا على هرمز لكي يحموا السفن المارة عبر المنطقة. رتبوا الأمريكان وضعهم مع الحكومة الحالية، حكومة السوداني، رتبوا الأمريكان وضعهم لأن الوفد العسكري كان برعاية السفيرة الأمريكية. نعم، الحقيقة للأمانة موضوع العلاقة العراقية الأمريكية أو تحديدا العلاقة بين حكومة السوداني والجانب الأمريكي، أنا سمعت أكثر من مرة وأكثر واحد من أخ تكلم دون إسهاب إشارة إلى أن هناك 15 نقطة، ومن هناك من يقول 16 نقطة، وهناك من يقول 18 نقطة، يعني أكثر من شخص تكلم عن شروط معينة وضعتها الإدارة الأمريكية لحكومة السوداني لتطبيع العلاقات واستقبالها في واشنطن وإلى آخره من هذا الكلام، وأن هذه النقاط لم تتحقق أو لم تتحقق جميعها، يعني تحقق منها ما تحقق ولم تتحقق الباقي. ما هي هذه النقاط؟ ما هو موضوعها؟ ما هو كذا؟ لا أحد يبدو ممن يتكلمون في هذه النقاط جميل قراءتك دكتور يقبل أن يفصح.